سلام البنات، ان شاء الله يربي كامل تكونوا بخير ومرحبا بكم في لاشين تاعنا سوما لايف اي دون اون نوفيل فيديو اللي هي كيفاش ديكوريت لا كوفيس تاعي. ماشي حاجه كبيره بزاف ولا مي افيك دي تروك فريمون سامبل صافي دور موان شير نجمت نبدل كامل الديكور اللي كان عندي. وفي نفس الوقت حبيت نبارطاجي معكم دي برودوي اللي راني اوتيليزيهم بور لو مومون. Donc, بلا ما نطول عليكم نبداو مع بعض لا فيديو تاع اليوم. Donc voilà, هذه هي لا كوافيس تاعي. كيفاش تجي؟ تجي فيها 3 تيروار. لا كولور اللي ان بو سامبر دونك كاسيت لي كولور بون ناب في البلون. تجي فيها حزاجه من الفوق دونك ايفيتيت نحط ترو دو برودوي باش الخفه نجم نيتوايها ونحي عليها الغبره. فيها 3 تيروار اللي فريمون يفدو لي كامل صوالح حيت جو كامل لي برودوي اللي ما احتاجيتهمش ولا نوتيليزيهم ماشي بزاف. خبيت كلشي في التيروار كلاسيتهم هكذا نجي بحال بلاص. نبداو بهذا لو كوان الاول اللي فيه ان افونتاج سي كو البنينه تاعي صغيره ما تنجمش تخاولي في لي برودوي. هكذا جمعت لو ماكسيموم تاع لي برودوي في هذا لو رونجمون اللي ديجا كنت هضرت لكم عليه. كان فريمون موان شير اي لي سامبل فريمون. لا كولور تاعو روز كلير وفيه دي سيباراسيون اللي تخليني نجم نكلاسي لي برودوي كوزميتيك تاعي. في الاول بديت بلي روج لاف تاعي اللي نوتيليزيهم تري سوفون اللي هما تاع بورجوا. فريمون هادو جادور ما كوتي طرافاي كيفاش تخدمهم ساهلين وما نشوفولكش كامل شنايفك. و اون ميم طون حطيت دوطخ روج لاف اللي راني نسيتهم كومبليتمون سي لو مومون باش نتفكرهم دونك نحطهم ابالتي. و دوطخ اللي هما يجيو ليكيد و مات مي ما نوتيليزيهمش فريمون سوفون. هنا حبيت نوري لكم جوست علاش طمت كامل لي برودوي تاعي اكوتي باسكو الكنينه تاعي الصغيره شوفوا ما تخيلتهاش باللي تنجم تحل او بوين لو برودوي و تعمل صباح الصغيره فريمون فزدتو لي كومبليتمون. اوروزمون كو جات في البوم على و ماشي بحاجه واحده اخرى عليها جي ديسيدي فريمون نطم كامل لي برودوي تاعي. الهبه اللي فريمون كونتيتي صغيره بزاف سي اون اوكازيون باش نتيستي دوطخ بارفان باردون في لابيلو باسكو هذا ما حبيتوش كومبليتومون. في الدوزيام بارتي حطيت الغيسيل إلينار دو لا مارك دوغلاس باش نوتيليزيهم سينو ننساهم كومبليتومون باسكو لا بواط تاع دوغلاس تجي فيها اون بارتي اكوتي سوجور دي فوا كامل ننساها بلي تنحل دونك حطيتهم باش نبدي نخدم بيهم. وحطيت معاهم دي كريون بور لي ليف و دي كريون بور لي زيو مي ما تعملوش كيفي انا حطيتهم بالمقلوب نورمالمون يجيو لا تيت لتحت وهذيك لا فان تاع الكريون تجي الفوق باش تعرف لي كولور. اوروزمون كان هنا عندي ميم الغلاء تاعهم فيها لا ميم كولور. Les crayons pour les lèvres, c'est de la marque Golden Rose. Et vraiment, le canard de sec, je sais que je les couleurs. Ils sont super magnifiques. Vraiment, la couleur de la le travail de la couleur, concernant pour les lèvres, de la marque Every Beauty, mais je ne sais pas les couleurs. Parce que je suis un peu plus chouïe, mais légèrement, quand même, ça me dérange. فوالا كملت لا بروميير بارتي جمعت فيها كلشي فريمون رفدت لي ما شاء الله الصوالح. و اون بليس مازين كي الدرج هكذا نقد نحط حاجه معاهم يجي شويه طويل عليهم دونك اسم هي حطيت لي بانسو تاعي مي نوري لكم لا مارك تاع لي بانسو باش ما تنشمتوش كيفي. لا مارك اللي عجبتني البلوس هي جولدن روز مانيفيك فريمون شباب مي ما صبت باسكو ينبع بالواحد ما عاودش صبت منها وما يطيرلكش كامل هذاك الشعرة الصغيرة تاع البانسو كي تكون تخدم فريمون ما يطيرلكش وميم كي تخصلو دونك هادي ننصحكم فريمون بها هي. ولا دوزيام مارك تاع فرفاشة راهي عندي ان سول بانسو منها مسكين ما عاودش صبت له وادخرين كيفو مي اللي شريتهم انا مجموعين مع بعض الخصلة الأولى الزوجة يبقى يطير لك منهم كل شيء و بروبليم سي كو هادو هما اللي حنا نصيبوهم بزاف سور مارشي.
هنا بديت نحط لي روج لاف ليكيد حتى هما نمط دو هدى بيوتي، مي جيو شويه طوال دونك ما نقدش نحطهم في القدام، بلس لي غيسيل واحد مسكينه ماشي يكمل، دونك حطيت القديم وجديد معاه باش ما بقاش مضروم في الدش عليه. هنا سيت نجمع الصوالح اللي ما نوتيليزيهمش فريمون طول طون، كما الفيكساتور دو ماكياج حتى هو ماشي دائما نستعملوه، مي كومان باش يبقى على يدي. في هاد لابارتي سيت نحط لي باليت دو ماكياج على حسب اللبسه تاعي اللي راهي عندي تاع المشطه باش ما نحطش كلشي مع بعض. مي حبيت نهضر لكم على هاد لاباليت الا كنت تجهز صوالحك، وراك عارفه بلي في الاول عندك دي كولور خاصك تحط لي كولور سبيسيال مع اللبسه، دونك هادي جو تو كونساي بيها باسكو تسهل عليك الماكياج من جهه ديغرادي، ما فيهاش لي كولور مات، كاين اون اوتر باليت كيفها في الغوز مي يجي فيها شويه المات بارابور لهادي. انا كان عندي في دوتر باليت المات دونك ايفيتيت نفد الغوز، هادي يجي فيها ميم لي روج على لاف تاعها، مي جو بونس كو سي اون ايديسيون ليميتي سبيسيال نويل عليها حنا عندنا ما نصيبوهاش دائما. لو بري تاعها سي 420 ميل، الا شريتها فريمون ما تندمش عليها. وحطيت لا دوزيام باليت دو ايفر بيوتي على خاطر راهي عندي شي كاين اللي فيه هاد لي كولور، دونك حتى هما نحطيتهم. الي سوبر مانيفيك اسم هي، حضي راسك ما يكونوش حلوها قبلك باسكو الماكياج لا دات دو بيرونسيون تاعو تبدي لو جور او تحل لا باليت تاعك. حطيت ثاني المرايا تجي مغلفه اون كاو ما نصيبش ما تساعدنيش تاع لا باليت، دونك هذيك دي فوا نخدم بها. فينالمون شوفوا كي حطيتهم ما فدوليش كامل البلاص، جاو كلشي مجموعين، و اون بليس دو سا لو رونجمون اللي يوتيليزيتو اي في 15000 سجر ماشي ميم با غالي بزاف. دروا حطيت بارفان اللي ما بقاليش فيها بزاف زارا، قلت في كو تجي شويه ثقيله قلت وريها المشتا هي اللي نوتيليزيها بور لو مومون. حطيت ان بارفان و ان ديودوران با بلوس، سافجور باش ما نكثرش ما نبقاش نخلط، في نفس الوقت كي تكمل الحاجه نعرف اسكو نزيد نشريها ولا لا. شوفوا البنات هذا الديسولفون الي سوبر مانيفيك، القرعه تجي كبيره بزاف وريحه شويه في القطن يمسح لك كامل، ما تحتاج تبقى تنيطواي با مان دو فوا وما يخليلكش تفرك مطاشين. دونك هذا ما حطيت في لو كوتي تاعي بلس ان ديماكيون، مي جو بونس با كنعاود نوتيليزيه، جو بونس اني مشي نعاود نولي ان دوزيام فوا لا مارك فينوس باسكو تساعدك في البري في لا كونتيتي وي ديماكي تري تري بيان. Pourtant, cette garni c'est pour la marque sensible. Voilà qui fait jet fait tali, كل شيء جمعته en même temps ما تبقى لكش كل شيء مربل. وحطيت هاد البوجي اللي بقات لي تاع الميلون راه باقيه فيها فريمون شويه، دونك حطيتها باش نوتيليزيها ان سيرتان طون لو طون اللي تعاود تكمل. هذا كادو صغير دونك ما حبيتش نخبيه، قلت نعملو قدامي في كان كادو افيك بليزير تشوفو بالتك. دروا مشيت للدوزيام كوتي وحطيت الصوالح تاع المسيو، حطيت له جوست ان بارفان و ان ديودورون باسكو اي يوتيليز با ترو دو برودوي، هادو هما لا يوتيليزيهم بور المومون، دونك حطيتهم له بالتو باش يجيو ساهلين ما يضلش يفتش عليهم. فوالا النتيجة النهائية، فريمون سامبل ترو سامبل باش ما نقولش بلي راني نزوق ولا، وريت لكم كل شيء. وحطيت حل لا بواط تجي مغلفة باش نجمع فيها الصوالح تاع الفولار مساك ولا كانش حاجة، دونك نحطها فيهم. ان شاء الله يا ربي يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم، ما تنساوش تخليوا لي ارائكم في